قبل ما يكون في مصر وهو سفح الأهرامات. إن شاء الله تكون بطولة مميزة نقول للعالم كله إن إحنا بلد آمن تقدر تنظم أي حاجة في أي وقت وفي أي مكان حتى لو الوقت ضيق. أتمنى إن هي تكون بطولة مميزة، أتمنى إن شاء الله إن إحنا ننظمها على أحسن ما يكون وإن شاء الله نعمل كده. عشان كده كان لازم يبقى في جماهير كتير قوي ماتش الأهلي وصن داونز. شفنا في جنوب أفريقيا اللي الاستاد مليان وهم ما عندهمش مشاكل او احنا ما عندناش مشاكل زيهم. لكن يا جماعه ارجع تاني لمباراه سان داونز عشان استقبل ضيفي احمد السيد.